الجزر.
سير سير عارف نغير حقا خاصك تقاوس تقوسني هاكا نغير ديما سخن لي الطرق مع الصباح هاكا نغير وزيد نباشر معاك ماذا زين زين نباشر معاك ماذا ايه ذهب خلعو تخير هو لوس اما احسن دوك دوك ولا دوك في البحر ما لا ورينيش تقلب عليا تقلب عليا ثلاثة تجي ثلاثة حودي الصباح شحال زين طابي ساليتي 30 متر كل وانا ادخل لك الخنشة تدخل سويش ليه شي واحد غادي اني في راسك يا شي بوجيدي يلا كتك لا موينه غادي باو غادي باو غادي باو مشاو زيد ها تطحول بس حولي باو انا الله هيك اطلع ها ومال حصل وطلع صعب حيدك من زحامك عندك من زحامات غتبقى تما مصدارة بقي عطابت خاص الحيد ندير واحدة أخرى بارك الله بارك الله خيورتني تبارك الله يا عز صباح زيد زيد شتي تبارك الله شي خيورات عندك خيورات صنارة هي تقيعة طابت شوية خاصة صافي جوج حوتات حيد دير واحدة أخرى جديدة حرداوي شوية هاي 30 كتبات في المهدي والو
طريقة التركيب الترقيع قديمة، السبيب فوق السبيب لتحت، ندورو انتم ما وديت مش انتم طالعين. هاي هاي ها ونجرو هاد الرويس هادي الخير نجرو. هاي كي جاتنا شيخ دي لا يقدر مخير هي دي ما تنصل ما تسخون موال. بالنسبة للقميمة راه كنديرو لها الخدمة اللي موالف كنديرو ليك كي وريتك. ها كنجيبو هاد الخيط على جوج اللي خارج من الماكينة وهاد التقيعة نديروها على جوج. ها هاي على جوج. ها كيما القاعدة غندورو هادي جوج دورات وهادي جوج دورات ضروري جوج في جوج كيولو ربعة خيوط هنا في هاد الحزمة. ها الشكل النهائي ديالنا شتي. ها انا نجي المقاس ديالي درك نبغى تشوف كيفاش غترجع ديال ها شتي. ها كتجي غليظة ما تهوش من القميمة واخا تكون عادا هاد الطقيبة غليظة كبيرة شوية ما تخرجش كتحبسها العقد. بالنسبة للصنارة انت داكشي من نايض دم كاين لا هادي لا ديك. ها شتي ها ها هي القميمة داكشي مسافة 40 30 ولا 40 35 في الصنارة.